جان حاتم أمين سر نقابة موزعي الغاز بلبنان. صباح الخير أستاذ جان. صباح الخير أستاذ عبدو، لك لكل مستمعينك ومشاهدينك. شكرا. أكيد ما في مشكلة بالغاز، نحن عم نطمن. ما بعرف إذا اليوم في ارتفاع كمان بسعر القارورة، إنما في طلب كبير صار على الغاز أكثر من الأول، صح؟ لا، السوق عادي، السوق عادي، ما فيها تهافت يعني على الغاز، يعني لأنه يعني نص البلد صار نازل. يعني منطقة الجنوب يعني سكان يعني كلها عم تيجي على مراكز الإيواء اللي هي وظيفة الدولة، يعني هودي ما في عندهم طبخ ولا كلها حفظ. عبيت يعني عم ياكلوا، يعني ما في استهلاك الغاز، سوق عادي. نعم. في خوف ببعض المناطق بنقل قوارير الغاز، نعرف يعني قديش كمان أكيد. بيكون في خطر اذا كان في استهداف ام اذا كان قريب من منطقه مستهدفه. اساسا يعني التخزين هيك مد يعني خطره، يعني هي انت بعد البيت يعني نحن ما عم نخوف العالم، يعني بس انه تخزين بشكل خطر يعني، يعني الناس ما تروح تشتري كميات وتحطهم ببيوتها قنبله موقوته. هلا انا لو بدي اطمن العالم واقول لهم انه الغاز موجود، انا عم اقول لهم انه في بين خمسه وسته واخر عم يجوا بالشهر. نعم. يعني في برنامج الاستيراد من قبل الشركات المستورده، بعضهم ماشيين فيها والبحر مفتوح، ما في مشكله. نعم. ما في مشكله، والتخزين عم بيصير يعني واكثر من العادي، يعني عم بيخزنوا بجميع الحالات، يعني الشركات المستورده هي اخذ ريسك على حالها وعم بتزيد المخزون عندها. انا عم بقول لشو المواطن هو بده ياخذ الريسك ويحط على البلكون او قليل احتياطي، برضه اللي بده يعبي يعبي، ما في مشكله يعبي الغاز. خلينا نذكر الناس، خلينا نذكر الناس استاذ جان انه كل واحد بده يغادر بيته يتاكد اول شيء من اقفال جره الغاز على الاقل، يعني هيدي حمايه اوليه مثل ما بيقولوا، حتى بالايام العاديه لازم يسكرها. صحيح. بس يظهر من البيت لاكثر من 12 ساعه. يعني قلت الغاز انه يعني المفروض انه تتسكر، يعني من بعد الاستعمال المفروض تتسكر. نعم. ما يكون في بس انه بالحاله بالقصف بال شو بدي اعمل، وشو سكرتها او فتحتها هي زيتها صارت بالعمل. ايه اذا صار في تعرض مباشر أكيد. للمنازل اكيد صرنا بغير بحث، صرنا بغير بحث اكيد. نعم. عم نقول ما في داعي للتهافت، ما تكتروا، بده يعبي يعبي، ما عندنا مشكله، نحن كتروا زيها، نحن عم الناس بتعرف ليش يا استاذ جان، بخافوا انه يصير في انقطاع، بخافوا انه يصير في هيدا اللبناني دغري بيتهافت، بجمع اكل، بجمع بنزين، بجمع غاز، والمشكله اخر شيء بتطلع انه يعني في طمأنه وكفايه الاستيراد، مشان هيك الناس لسلامتهم ما يخزنوا قوارير غاز ببيوتهم لانه لسلامتهم. هي مادة خطرة يعني انه البنزين والمازوت والغاز. نعم. يعني مادة خطرة يعني اكيد شديدة الاشتعال، او قصف او شظايا، شظية واحدة بتخرب الدنيا. اكيد صحيح، لا بتخرب الدنيا، مشان هيك عم نقول ما في داعي للتهافت، واللي بده يعبي احلى وشغلة ما عندنا مشكلة، مخزون الغاز متوفر والبواخر عم تجي الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك امين سر نقابة موزعي الغاز بلبنان جان حاتم، يعطيك العافية.